Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الثالث من رمضان الموافق 15 أبريل عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. لجوء نحو 2000 شخص لتشاد جراء أحداث الجنينة، والصليب الأحمر يصف الوضع في الجنينة بالكارثي والمريض. قرارات أمنية وإنسانية في ختام زيارة البرهان للجنينة، وهيئة محامي دارفور تنتقل تغييب ولغرب دارفور من الزيارة. تسجيل 116 حالة وفاة و1099 إصابة بكورونا خلال أسبوعين، وشح كبير في الأدوية المنقذة للحياة. لجان المقاومة بمحلية بربر بولاية نهر النيل تعلن التصعيد وزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ بولاية البحر الأحمر بنسبة 275%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في الجنينة بالمريع والكارثي، وقال ودي عساف رئيس وفد اللجنة في دارفور إنه النازحين اضطروا للنزوح مرة أخرى من مراكز الإيواء المؤقتة التي فروا إليها في يناير الماضي بسبب أحداث العنف، وقال إنه النساء والأطفال يهيمون في الشوارع بدون مأوى أو مأكل ومشرب، وأوضح إنه الجثث ظلت ملقاة على الطريق لأيام بدون إمكانية الوصول إليها بسبب الحالة الأمنية. وأشار إلى نفاذ معظم الأدوية والمستلزمات الطبية، ونوه أن المنظمات اضطرت للإخلاء بسبب تدهور الوضع الأمني. وأضاف ودي عساف في هذا الخصوص: الوضع في بلدة الجنينة مريع للغاية، الناس اضطروا لمرة أخرى أنه ينزحوا من الأماكن اللي كانوا يحتمون بها بعد النزاع في يناير 21، وحاليا يعني بتشوفهم بالشوارع، بتشوف نساء وأطفال في الشوارع بدون ولا أي مأوى ولا أي مشرب ولا أي مأكل. وعلاوة على هذه الكارثة الإنسانية أنه لم يتم العناية بالجثث والمصابين في الوقت المناسب. المرفقات الصحية تم إجهادها ونفذت من كل المواد الطبية والأدوية، يعني حتى العاملين في المستشفيات ما عم بيغلبوا حالهم أنه يروحوا على المستشفى لأنه ما عندهم ولا أي حاجة حتى يعالجون المصابين. وفوق كل هذا حتى المنظمات العالمية والمنظمات الدولية الغير الحكومية اضطرت للإخلاء بسبب تدهور الوضع الأمني. ومن جانبها أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن فرار أكثر من 1860 لاجئ عبر الحدود إلى تشاد الأسبوع الماضي بسبب أحداث العنف في الجنينة. وقال بابكار بالوش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه غالبية اللاجئين من النساء والأطفال وكبار السن، موضحا إنهم فروا من القرى القريبة من الحدود. وقال بالوش في بيان إنه اللاجئين الذين يصلون إلى تشاد يتحدثون عن تدمير منازلهم وممتلكاتهم وهجمات تستهدف مقرات النازحين. ووصف الأوضاع في شرق تشاد بأنها كارثية، وأوضح إنه العائلات تعيش في العراء أو تحتمي تحت الأشجار أو في أكواخ مؤقتة. وأشار إلى عدم توفر ما يقيهم من الشمس في منطقة تصل درجة حرارتها إلى 40 درجة مئوية. أكدت أطراف الصراع في الجنان التزامها التام بكافة القرارات الصادرة من رئيس مجلس السيادة حول الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها 144 قتيلا، فيما اختتم البرهان زيارته للمدينة مساء الثلاثاء. جاء ذلك في لقاءين منفصلين عقدهما وزير الداخلية الفريق عز الدين الشيخ مع اللجنة الخماسية لكل من المساليت والقبائل العربية. وقدم وزير الداخلية خلال اللقاءين تنويرا مفصلا عن قرارات رئيس مجلس السيادة، وقال وزير الداخلية أن قرارات وتوجيهات البرهان تتعلق بالوضع الأمني والإنساني، ومن شأنها الإسهام في استباب الأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ووصف القرارات بالقوية وإنها صدرت بالتشاور مع جميع الأطراف، وأوضح إنه سيبقى في الجنينة إلى حين انفاذ القرارات، ودعا جميع الجهات الإنسانية لتقديم الغذاء والكساء للمضطرين من أحداث الجنينة. وأضاف وزير الداخلية في تصريحات صحفية: السيد الرئيس يعني عقد 8 اجتماعات متصلة ليل نهار للوقوف على الأحوال ومسببات هذه الأحداث، اللي للغوص في مسببات هذه الأحداث وتداعياتها، وصدرت يعني كثير من القرارات من السيد الرئيس، ووجه كثير من التوجيهات الآن ستنزل على أرض الواقع. ومجمل هذه التوجيهات هي توجيهات في الإطار الأمني وكذلك في الإطار الإنساني، وستظهر هذه نتائج هذه القرارات وهذه التوجيهات إن شاء الله على أرض الواقع بشكل مباشر. ومن جهة تانية، وجهت هيئة محامي دارفور انتقادات لتغييب والي غرب دارفور من زيارة رئيس مجلس السيادة إلى الجنينة التي اختتمها يوم الثلاثاء، واعتبرت ذلك رسالة سالبة من رئيس مجلس السيادة وتكرس للانقسام والاحتقان المجتمعي بولاية غرب دارفور. وقالت في بيان أن مخاطبة الأوضاع المتأزمة في دارفور وفي غربها تتطلب رؤى وخطط استراتيجية للدولة، وليس كما كان يفعل النظام البائد بتكريس الانقسامات المحلية المجتمعية وتوظيفها في خدمة السلطة. وأوضحت الهيئة أن أحداث الجنينة المتكررة كشفت عن قصور في الأداء في قمة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية بالبلاد، وأشارت إلى عدم وجود برامج للتنظيمات السياسية أو ترتيبات فعلية للتحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. طلبت حركة تحرير السودان قيادة طنبور الموقع على سلام جوبا بتشكيل آلية القوى المشتركة، والتي قوام 12,000 جندي، بأعجل ما يكون في إطار بروتوكول الترتيبات الأمنية، لتنتشر في دارفور من أجل توفير الأمن على الأرض وضبط كل مظاهر التفلت وفرض هيبة الدولة. وقال رئيس الحركة مصطفى نصر الدين طنبور في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس أن حسم هذه التفلتات يتطلب من الحكومة التحرك لإيقاف الحدود الإقليمية بدارفور مع كل دول الجوار في تشاد وأفريقيا الوسطى والجماهيرية الليبية ودولة جنوب السودان، وذلك للحد من انتشار السلاح وإيجاد سد مانع للذين يعبرون هذه الحدود من المتفلتين والميليشيات. وأوضح طنبور أن الوضع الأمني لا يحتاج إلى مؤتمرات صلح متكررة تعقبها نزاعات، وأقل أن المطلوب الآن هو جمع السلاح غير المرخص من كل المواطنين والميليشيات فورا وحصره في أيدي القوات النظامية، على أن يكون هذه الجمع على مرحلتين: الأولى الجمع الطوي ثم الجمع القسري بقوة القانون. وأضاف طنبور في هذا الخصوص: ولكن للأسف الشديد لا زالت هذه الميليشيات تمارس نفس الممارسات التي كانت تمارسها في العهد البائد، ولذلك الأوضاع في الإقليم تتفاقم يوما بعد يوم، هنالك قتل يومي، هنالك اعتراض للقوافل التجارية، هنالك جرائم ترتكب نتيجة لانتشار السلاح الواسع في أيدي المدنيين. أضف إلى ذلك أن إقليم دارفور تحده أكثر من 4 دول حدودية، لديه حدود مع دولة ليبيا، لديه حدود مع دولة تشاد، لديه حدود مع دولة إفريقيا الوسطى، ولديه حدود مع دولة جنوب السودان. هذه الحدود مفتوحة والحركة طبيعية. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 116 حالة وفاة و1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوعين حتى 12 أبريل، بينما رصد مواطنون زيادة كبيرة في معدل الوفيات وسط كبار السن. من جهتها، كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن وجود 50 منوم في مراكز العزل بالولاية. وقال الدكتور أحمد المصطفى مدير وزارة الصحة بالولاية في تصريحات أن تزايد حالات الإصابة في الولاية يشكل ضغطا على المستشفيات، موضحا أن العدد التراكم لحالات الإصابة بلغ 1459 حالة والوفيات 306. ووجه نداء لتوفير الأكسجين والأدوية لمراكز العزل. وأضاف مدير وزارة الصحة بالجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص: في ولاية الجزيرة حيث بلغ العدد التراكمي للحالات الموجبة 1459 وعدد الوفيات 306، عدد المرضى المنومين بمراكز العزل 50 مريض حتى تاريخه اليوم يعني 12/4/2021.
حقيقة واحدة من المشكلات الكبيرة جدا إنه يكون في تجمعات كبيرة خلال فترة رمضان المعظم وخاصة في الفترات المسائية. حقيقة بنتمنى إنه الناس تقلل من التجمعات بقدر الإمكان، وحتى إذا حدثت إنه الناس تحافظ على إنه يكون فيه تباعد وإنه الناس تلتزم بلبس الكمامة أول ما تطلع من البيت. وفي الخرطوم دعا نصب الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف للتباعد أثناء الصلوات بمسافة متر ونص مع الالتزام بالكمامات وأن يحمل كل شخص مصلاية. ووجه مفرح في المنصة الإعلامية الموحدة للكورونا بيسونا للتنوير بجائحة كورونا مساء الثلاثاء بأداة صلاة التراويح في صحن المسجد لوجود التهوية المطلوبة مع تخفيف الدروس. ودعا أصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل، وطلب مفرح كبار السن بضرورة أخذ جرعة التطعيم المجانية مشيدا بجهود العاملين في الحقل الطبي، ودعا الأمة السودانية للتمسك بالأمل والإرادة لمواجهة كورونا. وأضاف نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الخصوص: بنوجه كل الناس أنه لابد من الابتعاد عن التجمعات، كل التجمعات، يعني لو نحن أدينا يعني مهامنا التعبدية اللي فيها الجواز وفيها السنة بعيدا عن التجمعات ده بيكون حاجة إيجابية، لكن إذا أبت نفسنا إلا ونحن نجتمع إلى صلاة التراويح أو صلاة العشاء أو الصلوات عموما الواجبة، فبالتالي يجب الأخذ بالإجراءات الاحترازية، منها الكمامات لبسها مهم جدا، والكمامة دي أخواننا مدتها 4 ساعات نلبسها لمدة 4 ساعات. الكمامة بتاعت القماش دي ممكن تقعد معك أيام، لكن يجب أنها هي تغسل جيدا. قالت رابطة الاشتراكين أن موقف خدمات الإمداد الدوائي ينذر بأوضاع كارثية، وأوضحت في تقرير لها أن امتناع الحكومة عن دفع استحقاقات توفير الإمداد الدوائي للصندوق القومي للإمدادات الطبية انعكس بشكل مباشر على انعدام أدوية غسيل الكلى، إلى جانب علاجات السرطان حيث ارتفعت أسعار جرعات علاج سرطان الثدي لتبلغ 193 ألف جنيه للجرعة الواحدة، بالإضافة إلى انعدام الأدوية المخدرة، هذا إلى جانب انعدام علاجات الأمراض النفسية والعصبية. وأوضحت أن الدريب الملح يباع في السوق الموازي بواقع 500 جنيه للدريب الواحد. وأوضحت الرابطة أن الأدوية الأساسية غير المتوفرة تشمل الأدوية المنقذة للحياة. أعلنت القوى الثورية بمحلية بربر بولاية نهر النيل تصعيد الحراك حتى تتحقق كافة مطالبها المتمثلة في إقالة المدير التنفيذي بالمحلية وحل اللجنة الاقتصادية بالولاية وكهرباء محطات المياه بالمحلية. وقال عبد العظيم البدوي من لجان المقاومة بالمحلية لراديو دبنجا أن المحلية تعاني من أزمة حادة في الوقود وغاز الأفران والطحي، إلى جانب القطوعات المتكررة لمياه الشرب بسبب تذبذب التيار الكهربائي. وأرجع البدوي تردي الأوضاع في المحلية إلى مشاكل إدارية متمثلة في المدير التنفيذي واللجنة الاقتصادية في الولاية، وأوضح أن هناك عدم عدالة في توزيع المواد الاستراتيجية من قبل اللجنة الاقتصادية الولائية وتجاهل المدير التنفيذي لتنفيذ برنامج الحاضنة السياسية بالمحلية بعد إمهاله الفرصة الكافية. وأضاف عبد العظيم البدوي لراديو دبنجا في هذا الخصوص: اللجنة الاقتصادية الولاية يعني في توزيع غير عادل بالذات في غاز الطهي وغاز الخبز وفي الوغود والحياة دي، وقبل كده قعدنا مع الوالي حكينا من المدير التنفيذي ذاته وكتبنا حصلنا نماذج من الإخفاقات بتاعته، وهي قالت ياخذوا فرصة تانية وقعدوا معه، وأخيرا وصلنا لأنه خلاص الموضوع ده ما نافع، صحيح احنا رشحناه لكن ممكن نبعد يعني نسحب ترشيحنا يعني. وحول آخر التطورات أشار عبد العظيم إلى عقد جو الحرية والتغيير ولجان المقاومة سلسلة من اللقاءات والتي خرجت بمذكرة مطلبية تقدمت بها لحكومة الولاية عقب الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين وقفلهم للطريق القومي بربر العبيدية أبو حمد لساعات قبل فتحه. وطلبت المذكرة بإقالة المدير التنفيذي بالمحلية وحل اللجنة الاقتصادية بالولاية وكهرباء كافة مصادر مياه الشرب المحلية. وأضاف عبد العظيم البدوي في هذا الخصوص: تم الاجتماع قرر أنه يكون في تصعيد ونزل بيان جماهيري توضحت فيه الحاجات دي، وكان فيه مطالب 3 أساسية اللي هي إقالة المدير التنفيذي وحل اللجنة الاقتصادية بالولاية تكوينها من جديد على أساس أنه يكون فيها تمثيل من كل محلية عشان تكون في رغبة على التوزيع العادل. الحاجة الثالثة كهرباء محطات المياه على مستوى المحلية. قررت لجنة تقصي الحقائق حول شروح الوقود برئاسة وزير مجلس الوزراء خالد سلك قررت أمس مراجعة المنظومة الرقابية في كل المستويات بجانب التقصي
مع الجهات العاملة والمعنية بملف الوقود بمستوياته المختلفة. وشكلت اللجنة في هذا الخصوص عدة فرق فنية لاستكمال إجراءات التحقق والأسباب المعرقلة لانسياب الوقود في كل البلاد. ومن المقرر أن تختتم اللجنة أعمالها الأسبوع المقبل وتقدم توصيات لمجلس الوزراء حول الأسباب الحقيقية لاستمرار شح الوقود. أعلن والي شمال كردفان خالد مصطفى عن مصادرة جميع العربات المهربة غير المقننة المشهورة ببوكو حرام بالولاية التي لم توفق أوضاعها بعد انتهاء الفترة المحددة لعمليات التقنين التي انتهت في الأول من مارس الماضي. وأضاف والي شمال كردفان إن قيادة المركبات غير المقننة التي لا تحمل لوحات أداة لارتكاب الجريمة، مشددا على ضرورة ضبط كل المركبات التي لا تستوفي صلاحية السير باعتبار الجريمة مركبة وهي أكبر مهدد أمني واجتماعي وسيتم مصادرتها بعد التحري من إجراءاتها. وأوضح الوالي أن عربات البوكو هرام مهربة من دول الجوار وعبارة عن نفايات، منوها إلى أن السودان ليس مكبا للنفايات، مؤكدا أن القانون سيتم تطبيقه لضبط المركبة غير المقننة دون استثناء لأي شخص. أصدر والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي أمس الأربعاء قرارا بزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بالولاية بنسبة 275% على الأجور الحالية. ونص القرار على تعديل شروط أجور خدمة عمال الشحن والتفريغ، واستند القرار على توصية اللجنة الدائمة لأجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر. وكان العمال نظموا في وقت سابق احتجاجات وإضرابات بسبب ضعف الأجور. شهدت أسعار السلع في معظم أرجاء البلاد ارتفاعا كبيرا بحلول شهر رمضان المعظم. وقال تاجر من كاس بولاية جنوب دارفور أن رطل الثوم بلغ 250 جنيه ولتر الزيت 800 جنيه، بينما بلغ رطل الويك 400 جنيه ورطل الصلصل 400 ورطل السمك 800 جنيه. وأرجع ارتفاع الأسعار في القرى والمدن الصغيرة لارتفاع تكلفة الترحيل من عاصمة الولاية، موضحا أن سعر باقة الجاز ارتفع إلى 11500 جنيه. وأضاف تاجر من كاس في هذا الخصوص: الثوم عندنا ب 250 جنيه و 200 جنيه قرود الزيت لتر لتر وربع، عندنا ب 800 جنيه، الطيب الكبير عندنا ب 3500، رطل الويكة ب 400 جنيه، رطل الصلصل ب 400 و 350 جنيه، سمك رطل ب 800 جنيه. كشف مدير بنك فيصل الإسلامي بنيانة علي محمد سليمان عن خسائر تفوق 4 ملايين جنيه بسبب تعرض البنك في نيالة للتخريب خلال نوفمبر الماضي والأسبوع الماضي. ودعا مدير بنك فيصل فرع نيالة لعمل ارتكازات وحراسات حول البنك. ومن جانبه أكد والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني خلال زيارته للبنك أمس اهتمام حكومة الولاية بتأمين البنوك حتى تقوم بدورها في حركة الاقتصاد، مشيرا إلى تنسيق محكم مع بلدية نيالة لتأمين الجهاز المصرفي وكافة الموارد والممتلكات بسوق نيالة. الخبر الأخير في النشرة: فوجئ أولياء أمور التلاميذ بكسلة بإعلان إجازة الفترة الأولى للمدارس اعتبارا من أمس الأربعاء حتى 7 مايو، ولم يكشف القرار عن أسباب القرار الذي أصدره مدير عام وزارة التربية وتوجيه ولاية كسلة أحمد حسن فضل، موضحين أن الإجازة كان من المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين، واستثنى القرار الصف الثالث الثانوي والثامن أساس. يذكر أن لجنة المعلمين بالولاية نظمت عددا من الاحتجاجات للمطالبة بإقالة مدير وزارة التربية والتوجيه. استمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.